بيلتقي فريق الزمالك المصري بكره مع نظيره جونيور اسيون السنغالي، وده ضمن مباريات الذهاب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا، وبتقام المباراه على استاد لاديار في تمام الساعه 8 مساء. واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكره الاول بنادي الزمالك قائمه الفريق اللي بتخوض المباراه، وفي حراسة المرمى هيكون محمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي، وفي الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، حمدي النقاز، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، وفي الوسط هيكون طارق حامد، محمود عبد العزيز، فرجاني ساسي، أحمد زيزو، يوسف أوباما، محمد عنتر، أشرف بن شرقي، كريم بامبو، وفي الهجوم خالد بطيب، مصطفى محمد، عمر السعيد.